اقول حاجه، إن انا بشوف ان يعني احساسي بيقول ان انا ممكن اعرف الناس جامد جدا جدا وقت السفر. يعني انا ممكن النهارده اكون بشتغل مع فاروق كتير جدا جدا وعلاقتنا في الشغل مش قد كده، بس يوم ما اجي اسافر معاه ممكن الاقيه هو بني ادم خدوم جدا، بيحب الناس قوي، متفاعل جدا جدا معانا، من اكتر الناس اللي هو سيد القوم خادمهم، هو اللي بيعمل كل حاجه وكده. فابتدي اشوف في بيته او في البيت ان احنا هنبقى مسافرين فيه مع بعض او شغل، فكده ابتدي اشوف ان الجانب الايجابي اللي فيه. فانا بشوف ان السفر بجد بجد بيبين معادن الناس، امتحان للصداقه السفر، لان انا بشوف البني ادم او الصديق من اول ما من اول ما بيصحى لحد ما بينام، اكله وشربه اتيتيوده بيبان ابن ناس ولا لا، بيبان طريقته الشياكه في المعامله ولا لا، بتفتحي الباب لحد، بتعاملي ويتر او عامل النظافه او كده، بتبتدي فعلا تستنتجي شخصيه معينه. اوقات كتيره جدا ممكن اسافر مع ناس ومن هنا ابدا اقول ده ممكن يبقى صاحبي، ايه الحركات المقرفه اللي ده بيعملها، ايه اللي ده بيحصل. فالسفر بيبين جدا.